لان في البدايه انا راجل مطرب، ودي اكتر حاجه انا بحبها وبحب اعملها في حياتي يعني. فان شاء الله يا ربنا يقدرني وان انا اقدر اوفق بين الاثنين يعني. والله يعني مش مبالغه، بس كلهم يعني كلهم قدروا يسيبوا بصمه، وفي ناس ما شاء الله يعني، في ناس كتير قوي يعني، في يعني كل تقريبا المطربين اللي مثلوا بدايه من يعني. لا انت بتتكلمي في الجيل اللي موجود دلوقتي ولا زمان؟ ولا زمان يعني في كتير قوي، في مصطفى قمر، في حماده هلال، في تامر، في انا مش عايز انسى حد اصلا، مش عايز اذكر اسامي عشان ما انساش حد، بس كل الناس اللي مثلت ما شاء الله يعني. لا بالعكس، ما اثرتش على الغنى. في منهم استهواء موضوع التمثيل اكتر من الغنى. ف